لا حرج أن تقول شهر رمضان أو تقول رمضان. وقد كره بعض الفقهاء أن يقال هذا رمضان، ويعلل بعضهم بأن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ويذكرون في ذلك خبرا، وهذا باطل من وجوه. الوجه الأول أن رمضان ليس اسم من أسماء الله. الأمر الثاني أن الحديث الوارد موضوع. الأمر الثالث جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بالجواز. الأمر الرابع أن هذا ينسحب على كل الشهور، كما يقال هذا رجب هذا شعبان، دون أن يقال هذا شهر رجب هذا شهر شعبان. فرمضان فبقية الشهور لا يختلف عنها، ولا يجوز الاستثناء إلا بدليل، والدليل معدوم في هذا الباب. والأحاديث الضعيفة أو الموضوعة لا تجدي في هذا الأمر. الأحكام التكليفية خمسة ولا يجدي فيها إلا الخبر الصحيح. عبد الملك، ما هي أحكام التكليفية؟ الواجب، واجب والسنة والمحرم والمكروه والمباح، ومنهم من يضيف إلى ذلك حكمين، الصحيح والباطل، ومنهم يقتصر على الأربعة، الواجب والسنة والمحرم والمكروه، ويلغي المباح لأن المباح تفصيلاً